بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أصدق الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين أما بعد إني داع فأمنوا اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وتولنا في من توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا وصرف عنا شر ما قضيت اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا تفرقا معصوما ولا تجعل بيننا شقيا ولا محروما اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى برحمتك ولطفك يا كريم. My dear respected brothers and sisters, on my behalf, on the behalf of the Islamic Dawah Center's founders, staff and management, I welcome you all to this groundbreaking occasion, the first of its kind at the Islamic Dawah Center, as we are welcoming a distinguished scholar from the Kingdom of Morocco, Dr. Saeed Elkamali, Ustadh Kursi Al-Imam Malik from the Kingdom of Morocco. We are pleased to have him with us tonight, here to inaugurate this three-day event, Friday, Saturday, and Sunday, and introduce our Sheikh, Dr. Salah Al-Sawi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahi alladhi bi ni'matihi tatimmu as-salihat. Alhamdulillahi alladhi akramana fi diyari al-ghurba kharija biladi muslimin. أن جعل أفئدة من أهل العلم تهوي إلينا فالحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله. إذا ذكر الشيخ سعيد إنما يذكر شيخه الإمام مالك رحمه الله، فهو فرع من هذه الدوحة. وكنت في حديث مع الشيخ قبل قليل، ذكرت له أنني نشأت مالكي المذهب، فأنا من صعيد مصر، وصعيد مصر كلهم مالكية، لكنني تخرجت في الأزهر، والأزهر يحافظ على التوازن بين المذاهب كلها. وأذكر أنني كنت أدرس في كلية الشريعة، فكان عندنا طالب حنبلي واحد والله، وهذا الطالب حافظت الكلية عليه وعلى قسم الفقه الحنبلي من أجل طالب واحد، لكي تحافظ على التوازن بين المذاهب كلها. والإمام مالك رحمه الله ضرب أعظم الأمثلة في هذا التوازن الفقهي عندما عرض عليه على يد ثلاثة من خلفاء بني العباس أن يجعلوا من كتابه الموطأ المرجع الأعلى للدولة الإسلامية، لكنه أبى ذلك وقال: ناشدتك الله لا تفعل يا أمير المؤمنين، فإن الصحابة تفرقوا في الأمصار ولدى كل واحد منهم من العلم ما ليس عند الآخر، وإن رد العامة عما ألفوه أمر عسير. وعلق ابن كثير على هذا فيقول: كان هذا من تمام علمه وعدله واتصافه بالإنصاف رحمه الله. الشيخ سعيد لم يسبق لي لقاء مباشر به إلا قبل قليل، لكنني تعرفت عليه من خلال بعض ما سجله على مواقع التواصل الاجتماعي، سلسلة طيبة نيرة تغمرك السكينة وأن تجلس إليها لتستمع إليها. وسبحان الله، ابني الدكتور أنس سجل في هذا اللقاء وسجل لأمه من غير أن يرتب معي، فهو من محب الشيخ ومن رواده ومن تلاميذه، فأنا حمدت له هذا، وأسأل الله جل وعلا أن ينفع بعلمه وأن يجعل مقدمه مقدم خير وبركة على هذه الجالية. شيخ كما تقول سيرته الذاتية أستاذ في جامعة الإمام محمد الخامس في الرباط، أستاذ للدراسات الإسلامية، وقد طوف في أماكن شتى يتلقى العلم على يد الشيوخ من مختلف في الحجاز، في موريتانيا، في غيرها من البلاد التي أكرمه الله بالذهاب إليها وأكرمها بحلوله بها. نقول له: تحيا بكم كل أرض تنزلون بها
كأنكم لبقاع الأرض أمطار وتشتهي العين فيكم منظرا حسنا كأنكم في عيون الناس أقمار. أسأل الله جل وعلا أن يوفقه، أسأل الله أن يسدده، وأن يجعل الحق دائما على قلبه ولسانه، وأن ينفعكم بهذا المجلس وبما يتلوه من مجالس مباركة في زيارته إن شاء الله. وحتى لا نطيل على حضراتكم أترككم مع فضيلته، وأسأل الله لي ولكم وله التوفيق والسداد والرشاد، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قبل أن أشرع في هذا الذي أتينا له، أحب أن أشكر فضيلة الشيخ الدكتور صلاح الصاوي حفظه الله وبارك فيه Sheikh Salah, Jazakallah Khair, had begun with praise of Sheikh Saeed, mentioning that he had, with his short sitting with him, had remembered Imam Malik, and that he as well had grown up as a Maliki in the Sa'id of Egypt, but had later gone on to study the Hanbali Madhab so that there could be some equality between those who had studied the different Madahib, and because of his teaching there. He then thanked those who put together this program and asked for Allah subhanahu wa ta'ala to put barakah and tawfiq in the program. Sheikh Saeed, after beginning with the salawat upon the Prophet sallallahu alayhi wa sallam and praising Allah, thanked Sheikh Salah al-Sawi for his attendance and said that most of what Sheikh Salah had said was simply his kind words, but was far from the reality. And had he known that Sheikh Salah was going to be here, that he would not be sitting in front of us, and instead we would have taken advantage of Sheikh Salah's knowledge. But Allah subhanahu wa ta'ala willed for it to be this way. يكون موضوعا لاجتماعنا في هذه الأيام الثلاثة، سموه كما رأيتم في الإعلان مجالس الموطأ، وهم شرحوا هذا العنوان في ذلك الإعلان الذي تقرأونه أيضا، أنها مجالس في الحديث عن الفقه الإسلامي. الفقه الإسلامي طبعا الموطأ، مجالس الموطأ اختلف العلماء في تصنيف الموطأ، أهو كتاب حديث
لما فيه من الأحاديث التي سردها الإمام مالك فيه بأسانيدها، أو كتاب فقه لما اجتمع فيه من قول مالك رحمه الله ونقله لأقوال شيوخه، وستجدون في مواضع في الموطأ صفحات من قال مالك، والكلام السرد الفقهي كلام طويل. فلأجل هذا، لأجل ما حواه الموطأ من النوعين، اختلف العلماء هل هذا كتاب فقه أو هو كتاب حديث. هل مالك، لكنهم لم يختلفوا في صاحبه كما اختلفوا في كتابه، هل مالك فقيه أو محدث؟ مالك اجتمع فيه الوصفان وكان إماما في هذين بلا منازع، فأقواله في علم الحديث روايته عمن يروي عنه توثيق لهؤلاء الرواة. فكان يحيى بن معين يقول فلان ثقة روى عنه مالك، لأن شرط مالك كان شديدا في الرجال، فهو إمام في هذين. ولعل هذا ينبئكم عن الغرض من عقد هذه المجالس، وهو الفقه المرتبط بالحديث، الفقه المستنبط من الحديث، الفقه الذي يعضده هذا الحديث. The topic that we're covering today, as you saw in the announcement, was that these are sittings around the book Al-Muwatta by Imam Malik ibn Anas rahimahullah, as well as an introduction to Islamic fiqh or Islamic jurisprudence. And the book Al-Muwatta is one of the books which scholars have debated. Is it a book of hadith because of all of the different narrations that Imam Malik collects therein? Or is it a book of fiqh because in addition to the hadith, you find that Imam Malik would relate the opinions of his teachers and the scholars that came before him. And at times you would find pages after pages of the statements of Imam Malik rahimahullah himself. So is this a book from the books of hadith or the books of fiqh? Or is it a book of both types? Even though scholars disagreed as to whether it was one or the other, they did not disagree about the honor and the nobility and the status of its author, because he is a faqih, he's a Muslim jurist, as well as a muhaddith, a scholar of hadith. Scholars have said they would say that fulanun thiqa, a person is thiqa, he's trustworthy in hadith, because Malik had narrated from him due to his stringency and the conditions that he put on narrating from authors. So the point behind these two subjects coming together is to show that the idea of Islamic law and Islamic jurisprudence is directly connected to the idea and the study of hadith. وهذان الموضوعان، الحديث عن الفقه والحديث عن الحديث، مهمان جدا في هذا الزمن الذي تسور فيه من لا يحسن على ما لا يحسن، فيتكلم من لم يدرس حديثاً عن الحديث، ويتكلم من لم يدرس فقهاً عن الفقه، ويريد أن يفسر القرآن من لا يفهم لغة القرآن. فلا بد إذن من إعادة الكلام إلى نصابه، إعادة القوس إلى منبرها، إعادة لز هذه الأمور بحبائلها، وأن تترك هكذا من غير خطم ولا أزمة. So when speaking about the idea, or when speaking about the topic of fiqh and speaking about the topic of hadith, it is important to speak about these two topics, because unfortunately there have come about people who speak about those things which they have no business speaking about, or that they have no expertise in. So you have those who will speak about hadith yet they've never studied hadith, those who speak about fiqh but yet have never understood fiqh, and those who want to explain the book of Allah but have no grasp on tafsir. Therefore, when we talk about this today, it is so that we can take these topics back by the reins and steer them back to their rightful place. ويشرح القرآن من لم يدرس العربية، لا من لم يدرس التفسير.
لعل اللي أحب أن أبدأ لكم حديثي هذا من ظهوره الأولى. الفقه، عندما نقول فقه تمضي أذهاننا إلى هذا العلم الذي أصحابه يسمون الفقهاء ويتحدثون بالحلال والحرام، ويظن الظان أن الفقه هذا بدأ مع مالك ومع أبي حنيفة ومع أحمد، والحقيقة أن الفقه مقدم في الزمن على هذا. أنتم تعلمون أن العرب كانت أمة في الغالب أمية لا تقرأ ولا تكتب، ولم يكن لديها علوم كما كان للأمم في زمانها، وإنما كان لهم علوم مما يحتاجونه في حياتهم. كان لهم من العلوم التي يحسنونها علم النجوم التي كانوا يهتدون بها إذا سلكوا في مفاوزهم وإذا ركبوا بحرهم، فكانوا لا يوجد شمس ولا قمر فيهتدون بالنجوم، فيعرفون بها الجهات ويعرفون بها الأوقات فيهتدون إلى مقاصدهم، وهذا الذي يمتن الله به عليهم. قال سبحانه: فهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر، والخطاب للعرب في ذلك الزمن. وقال سبحانه: علامات وبالنجم هم يهتدون، وهذا يترتب عليه معرفتهم بالنجوم ومعرفتهم بأسمائها وأفلاكها وتعرضها، ومعرفتهم بالجغرافيا، ويدلكم على معرفتهم بذلك أن وجود هذا في أشعارهم، عندما يقول امرؤ القيس مثلا: إذا ما الثريا في السماء تعرضت تعرض أثناء الوشاح المفصل. الثريا نجم وتتعرض كما يتعرض الوشاح المفصل، هذا الخليع الضليل، ومع ذلك لم يخلي نفسه بمعرفة علم النجوم. هذا من العلوم التي كانوا يحسنونها. كانوا يحسنون أيضا علم القيافة. When we speak about the topics of fiqh, it's important to understand that fiqh came before the study of hadith, because of the people originally would study those sciences and disciplines that they needed in their daily life. An example of that is their study of astronomy. Allah subhanahu wa ta'ala mentions in the Quran, "It is He who has placed the stars in the sky for you to seek guidance by." So people would use the stars in the sky as signposts for guiding themselves during travel at night. The people also, because of their knowledge of astronomy, had to develop knowledge of their settings and their times, geography, and all of the other associated topics that go with geography and with astronomy. Additionally, you'll find that even before Islam, in the poetry of Imra al-Qais, that he mentioned Thuraya, which was Pleiades, the constellation of Pleiades and its setting and appearance in the sky. ومن العلوم التي كانوا يحسنونها أيضا علم القيافة. قيافة تتبع الأثر، معرفة الشبه، كانوا يحسنون هذا. روى مسلم في صحيحه، روى البخاري ومسلم في صحيحهما عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مسرور، فقال: يا عائشة، ألم تري قول مجزز المدلجي دخل علي وعندي وأسامة وزيد مضطجعان وقد غطيا رؤوسهما بقطيفة بدت منها أقدامهما، فقال: إن هذه الأقدام بعضها من بعض. زيد بن حارثة تعرفونه كان شديد البياض، وابنه أسامة بن زيد كان شديد السواد. فدخل مجزز هذا وكان مشهورا بالقيافة، يعرف يراك فيقول: هذا ابن فلان وتلك أخت فلانة وهذه جدتك، يعرف إقامة الشبه بالمشبه به. فوجد أسامة وأباه زيدا مضطجعين وقد تغطيا بقطيفة، الرؤوس مغطاة والأقدام خارجة بادية. ف
فقال إن هذه الأقدام أو قدمان سوداوان وقدمان بيضوان، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ففرح رسول الله صلى الله عليه وسلم. لماذا فرح؟ لأن العرب، لأن قريشا في ذلك الوقت كانت تتهم أسامة بن زيد في نسبه، أبوه شديد البياض، وبعض أهل العلم يقولون إن أمه أيضا كانت كذلك، فكيف يجيء ابنهما هذا شديد السواد؟ ولكن العرب كانت تعظم القيافة، فسينقطع سوء القالة بسبب قول مجزز المدلجي هذا إن هذه الأقدام بعضها من بعض. فهذا من جملة ما كانوا يحسنونه. من ذلك أيضا ما رواه ابن سعد في طبقاته عن أنس بن سيرين أخي محمد بن سيرين الإمام المعروف، قال دخل علينا زيد بن ثابت ونحن ستة إخوة بنو سيرين هؤلاء، معنا محمد، فقال لو شئت لأخبرت كل واحد منكم بأخيه لأمه. هم أبناء أب واحد لكنهم بنو أمهات شتى، فقال هذا أخ لأم هذا، وهذا هذا أخ هذا لأم، وهذا أخ هذا لأمه، وهذا. قال فما أخطأ واحدا منا. هذا من جملة ما كان يحسن من العلوم. Also from the disciplines and the sciences that they knew at that time was something called al-qiyafa, which is the ability to ascertain people's relationships, their blood relationships, based upon their physical traits. It's narrated in Bukhari and Muslim from Aisha radiallahu ta'ala anha that the Prophet alayhi salatu wasalam entered her house one day and he was extremely happy. And he said, did you not hear what al-Mudlaji or al-Mujazzaz al-Mudlaji had said about Usama and Zayd? He had found both of them lying underneath a blanket. Their heads were covered and their feet were sticking out. Usama was extremely white Usama was extremely dark, and Zayd ibn al-Haritha was extremely white. Because of this, when al-Mudlaji saw their feet, he said, these feet are from each other. And this made the Prophet alayhi salatu wasalam extremely happy, because Quraysh, they used to accuse Usama ibn Zayd about his lineage. Why? Because his mother was extremely dark as well. But the Arabs at that time... She was white. Her mother was white and father was white. Mother was white and father was white? My mistake. No, you were saying that the mother was black. Mother was black, that's what I said. Yeah, but I thought she was white. She was white. Yeah. My mistake. So... because of this, Quraysh would, because of his parents being both white and he was extremely black, the Quraysh would accuse him about his background. But they gave prominence and importance to this form of knowledge. And so when this man said this, the Prophet alayhi salatu wasalam was extremely happy. Additionally, there's a story of Anas ibn Sirin, the brother of Muhammad ibn Sirin, who once entered upon a sitting and saw people there, six different people, all of them from different mothers, and said that if you wish, I can tell you each one of you who your brother from your mother is. And after going through all of them, he was able to ascertain each one's family relationships without making a single mistake. They were from the same father. Same father, yeah. Brother from mother. أخوني أمي. لأن المشكلة أن أولئك الذين لا يفهمون العربية لم يأخذوا أن أباهم كان واحدا. صحيح. عذرني، أنا سأكثر عليكم مثل هذا. لا بأس. وشوفوا يا إخواني، أنا دائما أقولها، لا تظنوا أن عندما يعني نعاقب على أخيكم، فهذا رجل أمريكي، أحسن من يتحدث أمريكية ورجل من أمريكي، لكن القضية ليست عيبا في من يترجم، العيب في اللغة المترجمة العربية هذه. لست أزعم ذلك لأني رجل عربي، لكني أزعم أني أفهم شيئا من العربية ودرست شيئا من بعض لغات الأجانب. هذه اللغة العربية هذه لا يمكن أن تقرن لغة نفسها بالعربية أو تقول أنا أوازيها أو أساويها. اللغة العربية هذه لغة غنية جدا جدا جدا، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله لا نعلم أنه أحاط باللغة غير نبي، يقصد اللغة العربية، غنية في مفرداتها، الكلمة الواحدة تعني المعاني الكثيرة،
وتجد المعاني الكثيرة تخبر عنها بالكلمة الواحدة، وأحياناً تتغير الكلمة بسبب ملحظ صغير. الآن أنتم تعلمون أن الأسد له أسامي كثيرة ولا لا؟ الدرغام والليث والسبع وال، لكن وهذه كله وأسامة كلها أسماء أسد، فهل هي متفقة المعنى من كل جهة؟ لا، إنما يكون الملحظ الذي يلحظه العربي عندما يقول الليث هو غير الملحظ الذي يلحظه عندما يقول الدرغام. السيف له أسامي، هذا المهند والصارم والقاضب و... طيب ما معنى هذا؟ أنها أسماء متحدة في كل معانيها؟ لا، تقول أنت عندما تريد أن تخبر عن ما تراه بعينيك تقول لمح، وتقول نظر، وتقول بصر، وتقول أبصر، وتقول رأى، وتقول، هل هذه كلها ماذا عندهم في الإنجليزية؟ watch see، ماذا عندهم في الفرنسية؟ regardez voir. يعني ما أنت عندك أفعال كثيرة جدا، ثم تريد أن يترجم لك لمح. ما لمح؟ هي النظر بمؤخرة هذا العين، أو رمق يعني نظرة المختلس. لا يوجد، أنا أحسب أنه لا يوجد، ولعل صاحبكم يقول لي بلى يوجد. فيحتاجون إلى إقامة الجمل. وأنا ذكرت مرة فيما مضى قصة المعري التي وقعت له في مجلس الرضي، شريف الرضي. هذا المعري شاب، لكنه في ذلك الوقت شاعت سمعته في الناس، سبقته سمعته إلى الأمصار. فأتى مجلس الرضي وهو رجل أعمى، والرضي كان من علماء الشيعة ولكنه كان من علماء العربية، كان مقصودا. فمجلسه عامر، فحضر المعري وهو لا يرى، وأحد الطلبة قد مد رجليه في المجلس، فتعثر المعري في رجله وفي رجل ذاك الجالس. فقال ذاك الجالس على وجه الغضب: من هذا الكلب الذي لم يرى؟ فقال المعري على وجه البديهة: قال الكلب هو الذي لا يعرف للكلب 70 اسما. فجاء السيوطي بعد نحو 5 قرون، ألف رسالة في جمع أسماء الكلاب، فلم يصل 70 لكنه قرب 60 وشوية، وسماها التبري من معرة المعري. أما أنا فبريء من شتم المعري، أنا ذكرت هذه العربية، وأنا الآن أحدثكم فقط في مفرداتها. إذا جئت للتركيب رأيت عجبا عجابا التركيب، ولا أحدثكم إلا على التركيب على وجه الحقيقة، لا ندخل معكم المجاز. التركيب هذا تأتي بالجملة مرتبة، زي مبتدأ بعده الخبر، الفعل بعده الفاعل، تدل على شيء. تقليب، أنت لم تغير شيئا، أنت قلبت فقط، تغير المعنى. تحذف شيئا، تغير المعنى، تقدر شيئا محذوفا، تغير المعنى. إذا وصلت إلى المجاز فحدث عن البحر ولا حرج، أي لغة تطيق أن تترجم؟ فأنا أقول هذا تبرئة للمترجم من سوء ظن يتطرق إليه من أحدكم، لأن العيب ليس فيه، ولكن لا أكرم اللغة أن أذكرها بعيب لأنها لغة رجل أو رجال من المسلمين، ولكن أقول الفضل للعربية. الحمد لله. So the Sheikh mentioned that in his correction of any mistakes that I make when reading in front of him or any of the things that are mistaken, he said the deficiency isn't in the person translating, but in the language that's being translated to. It's narrated that, or it's mentioned that Ash-Shafi'i rahimahullah said that no one has encompassed an entire language except for a prophet. You'll find in the Arabic language that there are many words for one object, and there are one word for many meanings. So you have, for example, a number of synonyms for the word lion in the Arabic language, a number of different names, Ghalanfar and Usama and others. You have a number of different words for the word sword, Muhannad and Saif and others. You have, just for the act of looking at someone, you have many different words, Nadara and Basara and Ra'a and others. You have Ramaqa, which means all of these words are not synonymous. They all have a core meaning, but all of those core meanings have a special meaning attached to them that can only be understood when understood.
the language. That's only about the words. What do we mean when, or what happens when we talk about putting together sentences? And the Sheikh mentioned a story about Al-Ma'arri, who was a famous poet, although he was young, and he went to the sitting of Sharif al-Radi, who was a scholar of the Arabic language, although he was from the Shia. And someone tripped over his feet, and he said, "Who's this dog that put out his feet?" He said, "The dog is the one that doesn't know that the dog has 70 names." So Suyuti, rahimahullah, he came and he wrote a book called exoneration from the accusation of Al-Ma'arri. And he got to about 60 of those 70 names for dogs. So he said, when we talk about the Arabic language, if you change after you go from sentences to paragraphs, when you go from words to phrases, and from phrases to sentences, and sentences to paragraphs, when you change things back in front, you put them in front of each other, then this all has different meanings. When you talk about allegory, then allegory, majaz, then this is a whole nother topic in the Arabic language. He said, therefore, no one should think that any of the corrections here are simply because of deficiencies, even though I'll say that, yes, I am deficient. It is simply the Shaykh trying to bring... But it's simply to draw attention to the difficulty of accurately and fully understanding or translating into the English language the full meanings of the Arabic language. طيب نرجع إلى حديثنا قلنا العرب أيضا كانت عندهم علوم أخرى كان عندهم علم النسب وهذا كان علمهم الذي لا يجارون فيه يحوطون أنسابهم ويحفظونها ويعلمونها إلى عدنان العدناني منهم والقحطاني منهم إلى الموضع الذي لا يمكن لمدع أن يدعي فيه شيئا لو أراد إنسان أن يدعي في جهة نسبا لرد عليه الصبيان لأن العرب كانوا يحفظون أنسابهم ويعلمون من ولد من ومن تفرع عن من وفلان وفلان مما يدلكم على هذا ما رواه مسلم في الصحيح عن حسان رضي الله عنه حسان بن ثابت أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله إذن لي في أبي سفيان يقصد أبا سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان أبو سفيان في ذلك الوقت كافرا ويريد أن يهجوه ولكنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هجاه ربما هجي رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا فقال له النبي صلى الله عليه وسلم فكيف تصنع بنسبي هذا أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب أنا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب صلى الله عليه وسلم فقال له والذي أكرمك لأسلنك منهم كما تسل الشعرة من الخمير ونظم قصيدته وفيها يهجو أبا سفيان هذا يقول له وإن سنام المجد من آل هاشم بنو بنت مخزوم ووالدك العبد ما كان ليصنع هذا لولا علمه بالنسب فهجا أبا سفيان هذا من جهة الأم لا من جهة الأب يقول له فإن سنام المجد من آل هاشم أنتم جميعا يجمعكم بنوتكم لهاشم لكن هؤلاء سنام المجد وأنت من ذرية العبيد يقول له والدك العبد والده هذا الذي يقصده هو أبو جدته أبو جدته كان عبدا لعبد مناف جد رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا الذي هو عبد ولد جدة أبي سفيان هذا جدته كانت أمه فيقول له أنت ابن الأمه هؤلاء بنو بنت مخزوم هذه هي فاطمة بنت عمرو بن عائذ بن عمران بن مخزوم هذا هؤلاء بنو هي أم عبد الله أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي أم أبي طالب وهي أم الزبير بن عبد المطلب هؤلاء هم سنام المجد وأنت الحاصل أن هذه بعض علوم العرب وكان لهم أيضا بعض الضوابط الفقهية كان لهم بعض الشيء من الفقه كانوا يقولون القتل أنفى للقتل
وهذا الذي جاء الإسلام بأبلغ منه هو قول ربنا سبحانه ولكم في القصاص حياة. كانوا يقولون في ضوابطهم الفقهية الدية على العاقلة، وهذا أقره الإسلام. كانوا لهم بعض الضوابط كمال الذي يذكر عن عامر بن الضرب العدواني، هذا سأنبئكم بحديثه بعد أن يترجم. عامر بن الضرب العدواني. Also from the disciplines and sciences that were known to them was the science of lineage. The Arabs of that time, they could remember their grandfathers and their lineage either back to Adnan or back to Qahtan. You would find even small children, if someone had made a claim to false lineage or had assigned to themselves a lineage that was incorrect, even children would be able to refute them. One thing that exemplifies this is the narration in Sahih Muslim from Hassan ibn Thabit radiallahu anhum, that he came to the Prophet alayhi salatu wasalam. He said, allow me to take to Abu Sufyan, meaning that he wanted to attack him with poetry. And at that time, Abu Sufyan was a disbeliever. Abu Sufyan, who is not Abu Sufyan, the famous Abu Sufyan, mm-hmm. but the Abu Sufyan, the... It was Abu Sufyan ibn Haritha ibn Abd al-Muttalib. The cousin of the Prophet. The cousin of the Prophet, alayhi salatu wasalam. Abu Sufyan ibn Haritha ibn Abd al-Muttalib. So he was related to the Prophet, alayhi salatu wasalam, his cousin through Abd al-Muttalib. So if he was to attack this Abu Sufyan, then he would be attacking the Prophet, alayhi salatu wasalam. So the Prophet, sallallahu alayhi wasalam, said, so what will you do? He said, I will pick you out from between them like a hair is removed from dough. And so in his poetry, he mentioned that the family of Hashim is the pinnacle of honor, and that these people that he was speaking badly about was simply the son of slaves. Meaning that he attacked him from the mother of his grandfather, from his mother's side. So he went after the father of his grandmother, from Makhzum. The people from Makhzum, they had married slaves that were living at that time, which was the way that he had attacked him through that. Also from the things that they know at that time was something of what we would call fiqh or understanding. They would say things like that killing is more, it will clear up more, or is the best to remove killing. And the Quran came with better than this when Allah subhanahu wa ta'ala said that you have in qisas, you have in reciprocity life. Also, they would say things like the blood wit of the murder of someone is to be carried by that person's family. سأدع قصة عامر بن الضرب هذا. كان لهم صوم في الجاهلية. روى البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت عاشوراء يوما يتصومه قريش في الجاهلية. كان لهم حج وفيه طواف وفيه إفاضة من عرفات وفيه تلبية التي تعرفونها، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. وبعض القبائل كانت لها تلبية، ربيعة كان لها تلبية خاصة، لبيك اللهم لبيك ربنا لبيك، لبيك قصدنا إليك، لبيك عن ربيعة سامعة مطيعة، وتلبية الحميريين وتلبية هذيل. وكان لهم، قلت لكم طواف، وكان لهم في هذا الطواف كانوا يشترطون أن لا يطوفوا إلا في ثياب لم يعصوا الله فيها. طيب من لم يجد ثيابا كان يطوف عريانا. ولهذا تعلمون أنه لما نزلت سورة التوبة بعث النبي صلى الله عليه وسلم عليا أبا بكر يأمر ينادي في الحج أنه لا يطوف بعد اليوم عريان، لأنهم كانوا يطوفون عرايا. لماذا؟ لأنهم ليس لهم ثياب إلا تلك التي يلبسونها وتلك عصوا الله فيها. وهذا الحكم كان عاما في العرب إلا قريشا، لأن هؤلاء كانوا يرون لأنفسهم حيثية، لأنهم أهل الله وجيران الحرم. فهؤلاء كانوا يسمون الحمص،
الحمص جمع أحمس وهو ساكن الحمساء هي بطحاء قريش. فهؤلاء يطوفون في ثيابهم تلك ويعيرون. فالرجل الذي لا يجد ثيابا ولا يجد من يعيره يطوف عاريا، والمرأة تطوف عارية. ولذلك تقول تلك المرأة التي لم تجد ثيابا تطوف بها وتطوف عارية، ويبدو ما لا ينبغي أن يبدو منها يعني تستره بيديها، تقول تقصد متاعها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، لا أحله لناظر أن ينظر إليه، إنما هي تجردت من ثيابها لأجل الطواف. وكان لهم خطبة، وكان لهم نكاح، يعني نكاح بخطبة وصداق وغير ذلك. من ذلك ما يرويه أهل السير أن أبا طالب ذهب يخطب لرسول الله صلى الله عليه وسلم خديجة بنت خويلد، فقال في خطبته: إن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يوازن به فتى من قريش إلا رجح به وزنا وعقلا وفضلا وحلما، فإن كان في المال قل، فظل زائل وعارية مسترجعة، وإن له في خديجة رغبة، وإن لها فيه مثل ذلك. فقال وليها في ذلك الوقت، قال: هو الفحل لا يقدع أنفه. هذا مثل عند العرب. العربي يسقي إبله فيجيء فحل من خارج الإبل فيريد أن يشرب مع إبل الرجل، فماذا يفعل؟ يقدع أنف هذا الأعرابي، يقدع أنف ذلك البعير الذي يريد أن يدخل في الإبل، يقدع أنفه يضربها، فإذا ضرب الأنف رجع الإبل. فإذا جاء فحل كريم لا يقدعون أنفه ويتركونه يدخل. فصار هذا مثلا للرجل الكريم يأتي ولا يرد، فيقال: هو الفحل لا يقدع أنفه. فالشاهد أن هذه بعض الضوابط الفقهية أيضا التي كانت عندهم في ذلك الزمن، لكنها كما ترون هي ضوابط فقهية قليلة، ليست كافية بتسيير مجتمع، بكف التهارش الذي يكون بين الناس. Also, during this time, the people had a fast. Aisha narrates in Bukhari, a Muslim narrated from Aisha radiallahu anha, that the Quraysh, they used to fast the day of Ashura. Also, they made Hajj, and it was tawaf. They would circumambulate the Kaaba, and they had ifadah, meaning they would come out from after their Hajj, and they had a talbiyah. A talbiyah was different in that it contained extra words where they would say, "At your service, O Allah, at your service, at your service. You have no partner except for a partner that you own and own whatever he owns." There was also different talbiyas for the tribes of Rabia and Hudayl, as well as others. Also, during this tawaf, they had a rule, and that rule was that they were not allowed to make tawaf unless they were making tawaf in clothes that they had not disobeyed Allah in. And if they were not able to find clothes of their own that they had not disobeyed Allah in, or that they could borrow from someone else, they would then make tawaf while they were naked. It's reported that a woman at that time would not find anything to wear, and so she would cover her privates with her hands, and then she would say, "Today I'm showing some of it or all of it, and whatever I show of it, you should see none of it." Meaning that she was not allowing anyone to look at her while she was performing this. And the only reason she was doing so is because she had no clothes to either own or to borrow from someone else. Also, this is why after the revelation of Surah At-Tawbah, the Prophet والسلام, had ordered Ali radiallahu anhu to go to Hajj that year and to announce to the people that no one should make tawaf after this year in the nude. The people at that time, they also had marriage and they had proposals, and they gave a bride purse to the bride. It's reported in the Siyar that when Abu Talib went to propose to the guardian of Khadija radiallahu anha for the Prophet alayhi salatu wasalam, he praised him, saying, "You find nobody who is like him in his weightiness and his virtue and in his intellect and in his forbearance."
However, the Prophet is known, alayhi salatu wasalam, that he did not have much. And so the guardian of Khadija at that time, he used a phrase that is an adage amongst the Arabs, and that is, this is a stud horse who would not be hit and sent back, meaning that this is a person who is wanted and we would not reject him. All of these rules, however, meant that although they had all of these rules were not enough to be able to guide an entire community and an entire nation. ثم رحم ربنا سبحانه هذه الخليقة بعد أن كان مقتهم عربهم وعجمهم رحمهم إلا بقايا أهل الكتاب حديث الذي رواه مسلم في صحيحه وإن الله ما نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب رحمهم ربنا سبحانه ببعث رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل عليه كتابه لكن أكثر ما أنزل من القرآن قبل هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما هو كان في العقائد في الحجج المثبتة لوجود الرب سبحانه ولصفاته ولرد العقائد الباطلة ولإثبات النبوات ولإثبات اليوم الآخر وغير ذلك لكن مع ذلك نزل في هذا الزمن بعض الأحكام الفقهية فرضت الصلاة في هذا الزمن اتفق العلماء على أنها فرضت ليلة الإسراء وهذا كان في مكة وفرض الوضوء أيضا فإنه في هذا الزمن لأن أجمع العلماء على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي قط إلا بوضوء وفرض الغسل في مكة في قبل الهجرة وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على أن الغسل فرض لما فرضت الصلاة وحرم الوأد الموؤودة ولكنها مع ذلك أحكام قليلة بعد هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم تواتر نزول الأحكام الفقهية وأنا لا أمثل لكم لنزول الأحكام في هذا الزمن لأن هذا هو نزول جمهور الأحكام الفقهية في ديننا طبعا في هذا الزمن هذا الفقه بدأ ينشأ وبدأت أيضا تظهر طائفة تسمى الفقهاء في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي نتصوره أنه في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن بأحد حاجة إلى غير رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقع للناس مما ما ينزل بهم فإنما يهرعون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيخبرهم ينزل قرآن أو تبين سنة ما نزل بهذا السائل لكن مع ذلك وجد بعض الصحابة في زمانه صلى الله عليه وسلم كان يفتي روى ابن سعد في طبقته أن أبا بكر وعمر وعثمان وعليا كانوا يفتون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وروى أيضا أن ثلاثة من الأنصار كانوا يفتون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهم زيد بن ثابت وأبي بن كعب وثالث وعبد الرحمن بن عوف أيضا كان ممن يفتي في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بل أنا قلت لكم إن هذا الاصطلاح أعني كلمة فقهاء ظهرت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم مما يدلكم على أن هذه الكلمة هذا الفن هؤلاء حاملة هذا العلم المستنبطون من نصوص الكتاب والسنة وإن وجدوا في زمن لم تكن الحاجة إليهم لوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يغني كل أحد عن الحاجة إلى مثل هؤلاء تعلموا قصة حنين لما فرغ رسول الله صلى الله عليه وسلم من قضية حنين وأعطى المؤلفة قلوبهم من الغنائم ولم يعطي شيئا للأنصار فوجدوا في أنفسهم فقالوا قولا فبلغ ذلك القول رسول الله ذلك القول رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمر أن يجمعوا في قبة من أدم ثم قال ما شيء بلغني عنكم قال الراوي فقال فقهاء الأنصار أما سفهاؤنا فقد قالوا يا رسول الله ولكن سماه الراوي سماهم فقهاء الأنصار فهذا اصطلاح كان ظهر هل هو الفقيه بمعنى بهذا المعنى الذي المعنى الاصطلاحي عندنا الفقيه هو الذي يعرف الأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية طبعا هذا اصطلاح حادث بعد هذا الزمن
لكن الفقيه في ذلك الزمن كان حاضرا والمفتي كان في ذلك الزمان حاضرا. It's narrated in Sahih Muslim that the Prophet عليه الصلاة والسلام said that Allah subhanahu wa ta'ala looked to the people of the earth and he disliked them categorically, both the Arabs and the non-Arabs. And then he chose from amongst, except for some remnants of the people of the book. And then he brought out from the Arabs the Prophet sallallahu alaihi wasallam, so that we were shown mercy through the prophecy and the prophethood of the Prophet sallallahu alaihi wasallam. The people of that time, we can find from the earliest time of the life of the Prophet alayhi salatu wasalam and from the Meccan period, that there were a few legal rulings that were revealed, although they were few. So the people would make salah. It's narrated, or there is consensus of scholars that the Prophet alayhi salatu wasalam had never prayed once without wudu. We know that salah was revealed after al-Isra, and this was during the Meccan period. Also, the people would, at that time, they would fast, and although there were different rulings, it wasn't until after the migration of the Prophet alayhi salatu wasalam to al-Medina that a number the greatest number of rulings had come down at that time. Now, at the time of the Prophet alayhi salatu wasalam in Medina, there had come about a people that were known as fuqaha, which we would translate to English as jurists, or those who understand. Even though the two people of that time, whenever they had a question or they had a problem, they could go directly to the Prophet alayhi salatu wasalam, and they had diligently sought him out, there were still people that would give religious edicts or fatwas at that time. Ibn Sa'd mentions in his Tabaqat that Abu Bakr and Umar and Uthman and Ali, they would all give fatwa at that time, as well as Ibn Abdurrahman, Ibn Auf, and others. So we can see that this technical term finds its beginnings during the time of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, a time when there was actually no need for this technical term to arise. In the incident of Hunain, after the Battle of Hunain, when the Prophet alayhi salatu wasalam took the spoils of war and he distributed it to those whose hearts needed to be softened to Islam, there were some of the Ansar who found something in their hearts about that. And in this story, it's mentioned that when the Prophet alayhi salatu wasalam heard about this, some of the Ansar approached him and he asked who was saying this, and they said, "Fuqaha al-Ansar." Those with understanding of the Ansar, the jurists of the Ansar. As for the foolish of us, but is this the same technical term that we use nowadays when we talk about Islamic law as the knowledge of Islam, of legal actionable actions with different conditions? Obviously, it's not the same technical term, but the term finds its roots during that time. قبض ربنا سبحانه رسوله صلى الله عليه وسلم إليه. فصار الفقه يظهر ظهورا أكثر من فتاوي الصحابة، لأن الناس إنما التفتوا إليهم وشرأبت أعناقهم إليهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم. و بدأ الاستنباط والاجتهاد مباشرة بعد موت رسول الله صلى الله عليه وسلم في أول نازلة نزلت بالناس في ذلك الوقت، وهو من يخلف رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاختلف، قصة معروفة، واجتمعوا في سقيفة بني ساعدة، فجاء أبو بكر، اجتمع الأنصار، فجاء لحق أبو بكر وعمر وأبو عبيدة بالأنصار في سقيفة بني ساعدة، والأنصار يقولون منا أمير ومنكم أمير، والعرب وأبو بكر رضي الله عنه يقول بل نحن الأمراء وأنتم الوزراء إلى آخره الكلام الطويل، إلى أن قال وإني رضيت لكم أحد هذين الرجلين، أبا بكر أو أبا عبيدة، عمر أو أبا عبيدة، فحينئذ قال عمر بل نبايعك أنت. وعمر رضي الله عنه هنا يستدل يستنبط
أحقية أبي بكر رضي الله عنه بالخلافة من إشارة في القرآن العظيم وفي السنة النبوية. من مثل قول ربنا سبحانه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه. هذا الـ هذا الـ هذا الـ هذا الاستئثار برسول الله صلى الله عليه وسلم من أبي بكر في هذا الوقت يقول صلى الله عليه وسلم: هل أنتم تاركوا لي صاحبي؟ فهذه إشارات جاءت في تفضيل أبي بكر في بيان أحقيته بهذا الأمر. ثم قاس عمر تقديم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر في الصلاة فقال: رضيه لديننا فنرضاه لدنيانا. عمر رضي الله عنه في زمنه يجتهد يقيس في قضية. في زمن عمر رضي الله عنه وقعت قضية غريبة، وقعت مرتين، وأفتى عمر فيها في كل مرة بفتوى، والناس فيها إلى زمننا هذا تعمل بفتوى الثانية. وهذه القضية هي ما يعرفه أهل الفرائض بالمشركة، فريضة تسمى عندهم المشركة، وتسمى اليمية، وتسمى الحجرية، وتسمى الحمارية، أسماء لشيء واحد. جاء لما كان زمن عمر ماتت امرأة فتركت زوجها وأمها وإخوانا، بعض هؤلاء الإخوة من أمها، وإخوان آخرون أشقاء. هذه كيف تقسم على ما نعهده من نصوص القسمة المواريث؟ الزوج هذه امرأة ولم تترك ابنا، فالزوج يأخذ النصف، لكم نصف ما ترك أزواجكم لم يكن لهن ولد. الأم تأخذ الثلث، لكن لما وجد الإخوة حجبوها إلى السدس، فكم بقي؟ بقي ثلث. الثلث يأخذه الإخوة للأم فرضا، انتهت التركة. الإخوة الأشقاء لأنهم يرثون بالتعصيب لا يأخذون شيئا. طيب هذا منطقي، هذا إخوة لأم يشتركون مع الميت في أمها فقط فيأخذون الثلث، والذين يشتركون مع الميتة في أمها وأبيها لا يأخذون شيئا. فقضى عمر في السنة الأولى بهذا. في السنة الثانية وقع مثل هذه الصورة أيضا، فجاء الإخوة لما قضى فيها جاء الإخوة الأشقاء يقولون لعمر: هب أن أبانا حمارا، أليست الأم تجمعنا؟ وفي رواية: هب أن أبانا حجر في يم، هب أن أبانا هذا حجر ألقينا، أليست الأم تجمعنا؟ فكيف تعطيهم وتمنعنا؟ فشركهم عمر. إلى الآن كل من إذا وقع مثل هذه النزلة في أقطار الأرض كلها، مالكية، حنبلية، شافعية، حنفية، إذا وجد غير هذه الفواحش في القمر، في المسلمين في القمر، ووقع مثل هذا، سيقسم بهذا ويشرك الإخوة لأم مع الإخوة الأشقاء من اجتهاد عمر. الفقه المستنبط الآن. عثمان رضي الله عنه فيما يرويه مالك في موطئه أنه الاستنباط من معاني النصوص ما لا يدل عليه ظواهرها. روى مالك في موطئه أن عبد الرحمن بن عوف في مرضه طلق امرأته، طلقها طلاقا باتا، يعني لا عدة لها، ثم مات فورثها عثمان رضي الله عنه. كيف تورثها؟ هي ليست زوجة لأنه طلقها، ليست زوجة رجعية. منه أخذ الفقهاء أن الزوج الذي يطلق زوجته في مرضه المخوف طلقا باتا فإنها تورث معاملة له بنقيض قصده. الشاهد أنه في هذا الزمن صار تثوير الفقه تكثيره، وكثرت فتاوي الصحابة، فتاوي عائشة وأم سلمة وحفصة وابن عمر وأبي هريرة وعلي وعثمان، فكثر ذلك. لكن في آخر زمن عثمان سيقع شيء لم يكن وقع في زمن عمر. (تصفيق)
after this time or during the time of the Sahaba, there appeared many of the fatawa that were issued by the Sahaba themselves, as they would derive from the texts of Islam and they would do ijtihad, meaning that they would exert effort in deriving the meanings of the meanings that were necessary for dealing with issues that had arisen. The very first of those issues was who would follow the Prophet sallallahu alaihi wasallam, the Ansar having gathered in the garden of Bani Sa'ida, and a long discussion happening as to who would take place. Would they elect someone from amongst themselves, or were they the leaders and the others the ministers? And Abu Bakr radiallahu anhu had mentioned that he chose, or he was happy with either Umar or Abu Ubaidah as a leader for them. But Umar radiallahu anhu had elected Abu Bakr to lead them because of what he had understood from the text of the Quran and the Sunnah, such as Allah subhanahu wa ta'ala saying, if you do not give him victory, meaning the Prophet sallallahu alayhi wa sallam, then Allah has already given him victory. When he was driven out by those who disbelieved, and was the second of two that were in the cave, when his companion said to him, do not worry, Allah is with us. So Umar radiallahu anhu was looking at these types of meanings, such as the statement of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, will you leave my companion here alone for me, when people were being difficult with Abu Bakr during his lifetime. Also, as the Prophet alayhi salatu wasalam, during his sickness at the end of his life, would tell Abu Bakr to lead the people in their prayer instead of him, showing that, and Umar radiallahu anhu said, Allah, or the Prophet alayhi salatu wasalam, was happy to have him lead us in the deen, so why would he not be happy to lead us in our worldly life? Thus making an analogy between leadership in salah and leadership in other than it. During the time of Umar radiallahu anhu, there were a few novel issues that had arisen in the law of inheritance. And until today, Umar had given two fatwas in this issue. First, in the first year of his khilafah, and the second in the second. And the issue is when a woman dies and she leaves behind a husband and a mother and brothers, some of those brothers, full brothers, and some of those brothers who are brothers related to her through her mother only. So the husband would get half and the mother would generally get a third, but however it goes down to a sixth because of the brothers that are there. And then the brothers from her mother's side would take the rest, which would be a third, which means that the full brothers would get nothing. This was the first fatwa of Umar. And then the second time this came around, the brothers came back to Umar radiallahu anhu, and they said to him, and this is why this issue in fara'id, or in the laws of inheritance, is sometimes called the donkey issue or the stone issue. They said, they said, let's just say that our father was a donkey. Let's just say that our father was a stone that was thrown in the river. Do we not share the same mother as these people who you have given? And therefore, Umar, radiallahu anhu, after this, then made the brothers that were full brothers and the brothers who were only from the mother share in the inheritance after that time. The Shaykh said, even when people, and until this day, amongst all the madahib, this is the fatwa that is followed amongst all of the madahib. Even if people reach the moon, then they'll still be giving the same fatwa of Umar radiallahu anhum. Imam Malik narrates in his Muwatta that Uthman radiallahu anhu, during his khilafah, Ibn Auf radiallahu anhu had divorced his wife right before he died. And he divorced her with a final divorce, which there was no iddah for. And when he passed away, Uthman still gave her inheritance, because he said that whoever does this, then we treat him with the opposite of what his intention was. The intention was to stop her from inheriting, so she was given the inheritance. Then we find during the time of Uthman that many of the other Sahaba, Aisha, Umm Salama, and Ali, and others, they were also giving fatawa and answering the people's questions. قلت لكم وقع في عهد عثمان شيء لم يقع في عهد عمر رضي الله عنه. عمر رضي الله عنه لم يكن يأذن للصحابة أن يخرجوا من المدينة ويستيطنوا غيرها.
لا يأذن في خروج إلا من هو يبعثهم إما معلما وإما أميرا وإما عاملا على خراج وإما قاضيا وإما أما أن تخرج من المدينة وتتركها لتستوطن غيرها فعمر رضي الله عنه لم يكن يأذن. فلما مات عمر رضي الله عنه وولي عثمان رضي الله عنه أذن لمن شاء أن يستوطن ما شاء فخرج. ذهب طائفة منهم إلى استوطن العراق وطائفة منهم استوطنوا مصر وطائفة استوطنوا الشام. عامة من خرج من الصحابة من المدينة 2000. النبي صلى الله عليه وسلم مات يوم مات عن 12 ألف صحابي. يعني كم بقي في المدينة؟ 10,000 صحابي مكثوا فيها. هذا الخروج والاستيطان في غيرها، ابن مسعود رضي الله عنه استوطن العراق وكان له فيها الطلبة علقمة ومسروق والأسود فكثرت روايته وتعلق الناس بروايته ورأيه. فلما تحولت الخلافة في زمن علي رضي الله عنه إلى العراق وجاء استوطن العراق من كان معه يعني قبل موته، عمار بن ياسر رضي الله عنه والمغيرة بن شعبة وسعد بن أبي وقاص وطائفة العراق مكث فيها استوطنها 300 صحابي. هؤلاء حدثوا بالذي عندهم من الحديث، أفتوا بالذي يرونه. هذا التحديث وهذا التعلق برواية هؤلاء النفر من الصحابة وباجتهادتهم نتج عنه شيء، نتج عنه بروز مدرسة فقهية في العراق تخالف المدرسة التي كانت موجودة في الحجاز. أنا قلت لكم كان ذهب بعض الصحابة إلى مصر، ذهب كثير منهم إلى الشام، لكن المدرستان الفقهيتان التياران الفقهيان اللذان سارا مدرسة. نعم، تيار عراقي وتيار حجازي، فصارت المدرسة العراقية وصارت المدرسة الحجازية. وفي ذلك الزمن المدرسة العراقية التي يحمل لواءها وارث علم أولئك وهو أبو حنيفة رحمه الله، ومدرسة الحجاز التي يحمل لواءها وارث علم أهل المدينة بل أهل الحجاز الإمام مالك رحمه الله. فصار يتحدث عن مدرسة أبي حنيفة يقال أهل العراق أو يقال الأحناف شيء واحد، والحجازيون أو مدرسة الآثار أو الأثريون هم يعني الذين يشار إليهم بمالك وأصحابه، لما كان الشافعي من أصحاب مالك ولم يكن لأحمد ذكر في ذلك الوقت. وهاتان المدرستان كانت لهما لكل واحدة منهما ميزة تخصها. الحجاز هذا قلب البلاد الإسلامية، قلبها، لكن العراق هذا طرفها. من هم جيران الحجاز؟ جيران الحجاز هم مصر المسلمة، اليمن المسلمة، فارس المسلمة، العراق المسلمة، الشام المسلمة. يحوطها ويحيط بها الإسلام من كل جهة، لكن العراق من جيرانها؟ من أسفل المسلمون، لكن فوق الفرس. وطبعا أنا قلت لكم فارس المسلمة في ذاك الوقت لم تدخل بعد في الإسلام. هؤلاء الذين ليسوا بمسلمين عندما يخالطون المسلمين ماذا يقع؟ هذا أنتم لا تحتاجون فيه إلى كبير تفكير لأن هذا تعيشونه. البقعة التي يختلط فيها المسلم بغير المسلم يحدث فيها بعض النوازل التي لا تحدث في البلاد التي لا يختلط بها التي تتمحض للمسلمين. لأنك تسأل هؤلاء القوم يفعلون كذا، هل يجوز هذا؟ هل يجوز أن أتاجر بكذا؟ هل يجوز أن أكل في صحائف؟ هل يجوز أن ألبس ثيابا؟ وما يجوز أن أتعامل بمعاملة؟ أمور تقع لا تقع في الحجاز. فاحتاج أهل تلك المدرسة إلى يعني
أولا عدد المحدثين عندهم عدد الصحابة بالنسبة إلى الحجاز قليل ولا لا؟ أنا قلت لكم في العراق 300 صحابي، كم عندها 300 من الحديث الذي أخذوه ورووه؟ فهذه هذا القدر القليل لا يكفي في إبداء الحكم، في إعطاء الحكم في هذه النوازل الكثيرة المتجددة. فماذا صاروا يفعلون؟ يقيسون ويستعملون الرأي. فلذلك صارت تسمى مدرسة العراق تسمى مدرسة الرأي لكثرة استعماله فيها. ولماذا يستعملون فيها؟ لا لرغبتهم عن الحديث، لكن الحاجة إلى ذلك، لأن هذه النوازي الغريبة بسبب اختلاط المسلمين بغيرهم لم تكن معهودة في الزمن الأول، فلا بد من استنباط بالقياس والاستصلاح وهذه الأصول التي يتحدث عنها الأصوليون. بينما الناس في الحجاز في عهد التابعين وفي عهد أتباع التابعين لا زالت الحياة كما كانت في الزمن الأول، لم يحدث للناس كبير أقضية، وما يحدث لهم من الأقضية يجدون الحكم عليه في الرواية التي يروونها لا في الرأي الذي يستنبطونه. فانمازت المدرستان انميازا عظيما، مدرسة الرأي ومدرسة الأثر. لكن عندما نقول هذه مدرسة الرأي وهذه مدرسة الأثر، لا ينبغي أن تفهموا أن مدرسة الأثر لم يكن فيها رأي، بدليل اشتهار ربيعة الرأي. هو ليس اسمه ربيعة الرأي، اسمه ربيعة بن عبد الرحمن، ربيعة بن أبي عبد الرحمن، ربيعة بن فروخ، لكنه لقب بربيعة الرأي. لماذا؟ لكثرة استعماله القياس. وحتى في مدرسة الرأي كان عندهم أثر، يروي الطبراني في معجمه الأوسط عن عبد الرحمن بن سعيد الثوري قال: قدمت مكة فلقيت أبا حنيفة وابن أبي ليلى وابن بشر رمح، هؤلاء الثلاثة، أبو حنيفة إمام معروف، وابن أبي ليلى عبد الرحمن بن محمد بن أبي ليلى، وعبد الله بن بشر رمح، ثلاثة من أئمة العراقيين، من أئمة دراسة الأثر. قال عبد الرحمن، هذا عبد الرحمن سعيد هذا الثوري، قال: فأتيت أبا حنيفة فسألته عن حكم بيع وشرط، تعقيد صفقة بيع ويكون فيها شرط. فقال أبو حنيفة رحمه الله: البيع باطل والشرط باطل. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فسألته السؤال نفسه، فقال: البيع صحيح والشرط باطل. قال: فأتيت ابن شبرمة فسألته، فقال: البيع صحيح والشرط صحيح. فقلت: سبحان الله، ثلاثة من فقهاء العراق أسألهم المسألة نفسها فيختلفون هذا الاختلاف. قال: فرجعت إلى أبي حنيفة فقلت له: إن صاحبيك يقولان كذا وكذا. فقال أبو حنيفة: لا أدري ما هذا، لكن حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، فالبيع باطل والشرط باطل. قال: فأتيت ابن أبي ليلى فحدثته فقال: لا أدري ما هذا، لكن حدثني هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرها أن تشتري بريرة وتبطل الشرط، فالبيع صحيح والشرط باطل. قال: فأتيت ابن شبرمة فقال: لا أدري ما هذا، حدثني مسعر بن كدام عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه باع رسول الله صلى الله عليه وسلم الجمل واشترط الحملان إلى المدينة، فالبيع صحيح والشرط صحيح. هؤلاء ثلاثة من أئمة العراق. طبعا هذه قضية، قضية البيع والشرط، الشرط إذا كان مما لا يعارض مقصود العقد فالعقد صحيح والشرط صحيح. إذا كان الشرط شرط منهيا عنه لكنه لا يفسد أصل العقد فالشرط باطل لكن العقد صحيح. لكن إذا كان الشرط ينافي مقصود العقد، كأن يقول لك مثلا: بعتك هذه الدار بشرط أن لا تسكنها، وأنا لماذا اشتريتها؟ أتفرج فيها؟ هذا يكون هذا إذن الشرط باطلا العقد باطلا. هذا الذي يقول فيه البشار رحمه الله فيما يبطل العقد، يقول: أو ذكر شرط بنقيد القصد كبعتك الدار بشرط الهدي، بعتك هذه الدار بشرط أن تهدمها.
يؤذن؟ During the time of Uthman radiallahu anhu, before the time of Uthman, during the time of Umar, he would not allow people to leave from the Medina. But during the time of Uthman radiallahu anhu, he started to allow people to go out from Al-Medina and to move from Al-Medina. So you had a large group of people move from Medina to Iraq, some of them to Egypt, some of them to the Levant, i.e. Sham. And there were, at the time of the Prophet alayhi salam's death, there were 120,000 Sahaba in Medina, but a large number of them had left out. And from those that had went to Iraq were about 300 of the Sahaba, from amongst them Ibn Mas'ud radiallahu anhu, who had companions such as Masruq and Al-Aswad and others, who would then narrate to them his narrations as well as give them his opinions. And then you had Ali radiallahu anhu, who moved the Khilafah to Iraq. During that time, you had Ammar and Sa'd and others, each of them telling the people of not only the things that they narrated, but also their opinions about the things that they were asked about. And so you had two schools of thought appear, one of them, which was in Iraq, and the other of them, which was in Hijaz. The Iraqi school was then inherited by the head of the Iraqi scholars of that time, which was Abu Hanifa. And the Hijazi school culminated in the knowledge of Malik radiallahu anhu, of which Shafi'i rahimahullah was one of his students. So the Hijaz was at the heart of the Muslim world. All of the areas that were surrounding it, the people had accepted Islam. However, in Iraq, when you go north or you go to the east, you would find the Persians and others who were not Muslims at that time mixing with Muslims. And because of that, different things would happen. And so the narrations of these 300 companions were not enough to simply answer every single question that would come up through texts alone. And therefore, the use of analogy became prominent. And you had other forms of evidences such as utility and others that started to appear. While as at that time in the Hijaz, things were much like they were during the time of the Prophet ﷺ and the first Khulafa. Does this mean that those who were from the school of narration, the school of Athar, the school of Medina, or the school of Malik, that they did not use opinion or they did not use analogy and rationale? No, one of Imam Malik's teachers, whose nickname was Rabi'at al-Ra'i, was the Rabi'a or of opinion. Even though that's not his real name, he became known by the use of rationale due to its use. Also, the people of, were known as the people of opinion or rationale. Did that mean that they didn't use narrations? It doesn't. Tabarani narrates in his book, Al-Awsat, that Abdurrahman ibn Sa'id went to Mecca and he found Abu Hanifa and Ibn Abi Layla, one of the other jurists of Iraq, as well as Ibn Shubruma, another jurist of Iraq. And he asked each of them the question, what is the ruling of a sale with a condition? So when he asked Abu Hanifa said, the sale is invalid and the condition is invalid. Ibn Abi Layla said, the sale is valid and the condition is invalid. Ibn Shubruma, he said, the sale is valid and the condition is valid. So he went back to Abu Hanifa and he told him about what the other two had said. He said, I don't know what they're talking about, but I narrate from Amr ibn Shu'aib, from his father, from his grandfather, that the Prophet sallallahu alaihi wasallam forbade a condition with a sale and a condition. He went to Ibn Abi Layla and he asked him, and he said, I don't know what those two are talking about. However, I narrate, and he mentioned his isnad, that Barira came to Aisha radiallahu anha and asked her to buy her freedom. And this culminated in the Prophet alayhi salatu wasalam allowing the contract to go through, but invalidating the condition that her family had put upon her. And then when he went to Ibn Shubruma, he asked him and he said, I don't know what those two are talking about, but I narrate, and he mentioned his isnad back to Jabir radiallahu anhu, that he sold the Prophet alayhi salatu wasalam his camel and he made a condition that he'd be able to ride it until Medina. So this is a classical issue of Islamic law, and it can be said that
in each of these three instances, whenever there is a condition that negates the objective of the contract, then that condition is invalid. And when the condition is something which is forbidden in and of itself, then it invalidates not only the condition, but also the contract as a whole. And when it is a condition which goes against the objective of the contract, then the contract may remain valid, but the condition is valid. أنا خلط. ماشي خلط خلطت جدا. نعم. ولكن معليش معليش هذا يعني. This is why everyone has to learn Arabic. أحسنت. أحسنت. بارك الله فيك. سنؤذن نصلي المغرب إن شاء الله ثم نكمل. بسم الله. Thank you.